قال لها يا سماح اتجوزي من اي واحد وانا هكون معاكي برضو بالحب وبالعلاقات. اهلا بيكم. النهارده درس مهم جدا. اوعى كل شاب ولكل بنت، اوعي تتجوزي واحد ما بتحبوش. واحد يقول لي ايه يا عم الحب يجي بعد الجواز؟ ماشي، لما بقول لكل بنت ما تتجوزيش واحد ما بتكونش بتحبيه، مش قصدي لو كانت هي على علاقه بواحد تاني، يعني هي بتحب واحد تاني وجي واحد تقدم لها، حرام عليكي تظلميه، ما تتجوزيهوش الا اذا كنت فعلا ناوي تسيبي اللي بتحبيه وتبداي مع اللي هيتقدم لي قصه حب جديده. لكن اوعي 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 تتجوزي واحد ما بتحبهوش وانت مرتبطه مع واحد تاني، هتظلمي نفسك وهتظلمي اللي انت اتجوزتيه. ليه بقول الكلام ده؟ سماح بنت زي بنت جميله، بتحب امجد. امجد ده شاب فقير ابن المنطقه، ما يقدرش على مصاريف الجواز ولا تكاليف، وبالتالي هو لما قالت له لازم قصة حبها تكلف بالزواج قال لها منين؟ أنا ما عنديش شقة وما عنديش حتى إن أنا أجر شقة، أنا مصروف يوم بيوم. قالت له طب أنا دلوقتي بيجي لي عرسان أعمل إيه؟ سماح وده من الكلام اللي أنا حتى فوجئت بيه، بتقول أمجد أثبت لي إنه بيحبني جدا. طب اثبت لها ازاي امجد انه بيحبها جدا؟ وانا عايزكم تتخيلوا الكلام اللي قالته سماح. قال امجد قال لي شوف الحب هي من وجهه نظرها ان كده امجد بيحبها حب غير عادي. قال لها يا سماح اتجوزي من اي واحد وانا هكون معاكي برضه بالحب وبالعلاقات. يعني تخيل بدل ما تقول ان هو بايعني ومش عايزني وما كسرش في الصخر لغايه ما يتجوزني، ده هي شافت ان هو لما سمح لواحد غير ان ياخدها ان ده قمه الحب لامجد ليها، انه هيسمح بكده ويعيش هو في الظلم. يعني بدل ما تقول له انا عرفتك انت ما بتحبنيش، انت عايز واحده سهله، انت سمحت لواحد غيرك ياخدني وانت عايز بعد كده تستفيد ان انا اكون لي علاقه بيه بخلاف جوزي. هي فهمت ان قصه الحب يعني امجد بيحبها قوي، ازاي ان هو سمح وازاي ان هو ضغط على نفسه وازاي ان هو يعني حكم على نفسه بالاعدام لما قال لها اتجوزي اي واحد، المهم تخلصي من ضغوط اهلك وانا هكون معاكي من ورا جوزك. هي شافت ان ده هو الحب يعني. طيب سماح اتجوزت من ايمن، ايمن شاب مهذب جدا، وانا ما اعرفش ايه ذنب الزوج، يعني انت ما دام ما تحبيش فما بتحبهوش وافقت ان انت تتجوزي ليه اصلا؟ ظلمتي ايمن وظلمتي نفسك وظلمتي الناس كلها. سماح اتجوزت ايمن وهي ما بتحبوش، هي بتحب مين؟ امجد، وفي نفس الوقت مش قادره تقيم علاقه مع امجد كامله لانها لسه عذراء، لسه انسه. فهي مستنيه تتجوز ايمن علشان تفقد عذريتها وبالتالي تقدر انها تهب جسدها لامجد بحريه كامله. وهي ده من وجهه نظرها بتعوض امجد عن التضحيه الكبيره اللي امجد سمح بيها لقال لها اتجوزي وانا هتحمل وبعد كده نعيش مع بعضينا بعد ما تتجوزي. ايمن من ساعه ما اتجوز سماح هو شايف ان هي بتتعامل معامله مش كويسه، بياخد حقوق بالعنف، مش سامحه له كده. هي بتقول وفي خلال اعترافاتها بتقول ان هو كان بيغتصبني لان انا ما كنتش عايز جسدي، ما كنتش عايزه جسدي ليه هو، انا كان كل همي ان انا اهب جسدي للي بيحبني واللي ضحى التضحيه دي اللي هو امجد. فهي كانت بتلقى متعتها اكتر مع امجد مش مع جوسه، لان تحس ان جوسه اغتصبها من حبها لامجد، رغم ان جوسه ما كانش يعرف ان العلاقه بامجد وجوسه ما خطفهاش بامجد. زوج شاب بيدور على عروسه قالوا في سماح، راح يتقدم لها هو ما ظلمكيش. طيب سماح اتجوزت ايمن وايمن كان شغله في النهار نبطشيات وفي الليل كان بيرجع، واحيانا بيبقى نبطشيات في الليل وفي النهار بيبقى مريح. فهي كانت بتقابل امجد امتى؟ جوزها في النهار يبقى امجد في الليل. جوزها في الليل يبقى امجد في النهار. ده حسب اعترافاتها واللي هنقول.
في اليوم الواحد كان احيانا امارس مع زوجي في النهار وامارس مع حبي واعشيكه في الليل. الولد ايمن كان بيشكي لامه باستمرار وكان دايما بيقول لها ما بتحبنيش، انا ما اعرفش هي اتجوزتني ليه، ما ترضاش تديني حقوقي الا باخدها منها بالعافيه. وهي امها كانت بتقول له كده، بتقول له يا ابني ما ترضاش، ده انت جوزها حلالها خد منها بالعافيه. فالولد كان بياخد حقوقه من زوجته بالعافيه بالعنف، ما كانش بيقدر يديها له، كان شايف ان جسدها لامجد مش ليه هو. يعني سخرت جسمها ووهبته للحرام ومنعته من الحلال. سبحان الله. طيب امجد في الوضع ده لقى الشقة جميلة لأنه كان بيمارس معاها في شقة الزوجية، لدرجة إن أم أيمن بتقول كنت بحس إن في حد عندها في الشقة، ولما أقول لها يا بنتي هو في حد طلع عندي؟ كانت بتقول لها لا، رغم إن أنا كنت بحس إن في حاجة مش مظبوطة، بس عمري ما توقعت إن هي بتقابل عاشقها في شقة الزوجية إيه؟ لأن الأم تحت وأيمن فوق. لقى الشقة جميلة ومفروشة، قال لها يا سماح انا مش قادر اعيش ابقى اكتر من كده بعيد عنك، احنا لازم نخطط ان الشقه دي تبقى بتاعتنا وان الشقه دي نعيش فيها انا وانت. قالت له ازاي؟ ما احنا عايشين اهو. قال لها انا مش هينفع اجي اخد تخطيف كده في غياب الزوج، وممكن الزوج مره واحده يطب علينا، وممكن حد يحس بينا ونعرض للمخاطر. احنا نلعب لعبتنا وناخد الشقه دي ونتخلص من ايمن. قالت له ازاي؟ قال لها حاولي تقنع ايمن يكتب لك الشقه وبعد كده سيب التصريفه دي عليا. فعلا ابتدت الزوجه تعامل في الوقت ده ايمن معامله كويسه وتسمح ليه ان هو يتمتع بجسدها. في الوقت ده كان بتقول لايمن يا ايمن انا خلاص عرفت غلطي، وانت يا ايمن حبيبي، وانت لازم تبين لي حبك، وانت اديك شايف انا ابتديت اهو عايشه معاك ما يرضي ربنا، وابتديت اهبه يعني بديك جسدي وبخليك تتمتع زي ما انت عايز وما بقولكش لا، وكانها بتهب له حاجه مش حقي من الاول. فقال لها انا من زمان كده انا كنت احس احبك. قالت له خلاص انت حاسس ان انا بحبك، بين لي حبك ليه، اكتب لي الشقه. الولد راح قال لهم والدته عايزين اكتب لها الشقه وبتقول كذا. قالت له يا ابني اوعى اوعى، مراتك مش امين ومراتك ممكن في اي وقت تبيعك، اوعى تسيب الشقه. المهم الولد بيحبها جدا وهي ابتدت تسمح له ان هو يعني يلقى معاها المتعه ورضاها. فقال لها طيب انا بس يعني هكتب لك الشقه بس ما تقوليش لامي وخلي ده بيني وبيني. فعلا كتب لها عقد باب الشقه وسلموه لها وعطوا. في الوقت ده جرت بسرعه عرض عقد الشقه لمين؟ لامجد. وقالت له خلي العقد معاك، يعني حتى ما تمنتش بيتها وشقتها على العقد، راحت عطوا لعشقها اللي هو امجد. امجد كده ضمن الشقه بقت باسم مين؟ باسم سماح. قال لها في الوقت لازم نتخلص من الزوج، احنا كده مش محتاجين حاجه، الشقه موجوده ونعيش فيها، مش محتاجين الزوج في حاجه. نتخلص منه ونقتله. قالت له انا ما اقدرش. قال لها انا اللي هقتله ومالكيش دعوه باي حاجه خالص، كل اللي عليك هديكي برشام تحطه له بعد العشاء ينام وسيب لي الباقي. فعلا اتعشى، وكمان علشان تجهده اكتر خلت ان هو يمارس معاها المعامله معاشرة الزوجية عشان تجهده أكتر، وبعد كده حطت له في العصير المنوم نام واسترخى نهائي. في الوقت ده اتصل بأمجد قالت له تمام كل شيء زي ما احنا رتبنا. دخل أمجد وراح بشال بتاع الزوجة خنق أيمن لغاية ما خلص عليه موته، وبعد كده لفه بوطنية وفي جناح الظلام من غير ما حد يحس خده، كان مجهز عربية تحت خده وراح رماه في أحد المناطق النهائية. الشيء اللي حسن ان كل ده كان في سنه اولى زواج، يعني موضوع الزواج ما استمرش غير سنه واحده، ما كملش سنه، بالظبط 8 اشهر وكام يوم. يعني احنا بنحكي فيه ده كله ما عداش سنه. في الوقت ده الشقه بقت خلاص ملك سماح. جات الام تتكلم قالت لها انت ما لكيش عندي حاجه، الشقه شقتي انا وابنك بقى حالي وبقيت لها العقد، والام كانت عارفه من الاول ان ابنها هيضعف قدام مراته وهيجيب لها الشقه، وهي كانت حاسه ان اللي قتل ابنها من الاول سماح، بس ما كانش عندها الدليل لغايه ما تحللت المباحث ورجال الشرطه اكتشفوا فعلا الجريمه وبعض المشاهدات وبعض الكاميرات. وعلى فكره الكاميرات جدا يعني اصبحت الكاميرا اللي موجوده في الشوارع وفي المحلات وفي الميادين بقت اصبح عنصر مساعد جدا لرجال الشرطه،
من خلال هذه الكاميرات شافوا فعلا عربيه، واحد شاف بطانيه ونزل من البيت في وقت متاخر، فالعمليه قدروا يتتبعوها عن طريق العربيه، قدروا يجيبوها في اليوم ده. فوق فلان لغايه ما قبضوا على امجد، وامجد اعترف وطلع كمان عقد بيع الشقه اللي سماح وتم القبض عليه. انا بس اشوف اعترافات سماح دي. واعترف السماح في اثناء التحقيقات انها قتلت زوجها بمساعده عشيقها، وانها تزوجت المتهم من سنه تقريبا، موضحه انها لم تكن يوما تحبه، وانها كانت لا ترغب في معاشرته، واعطاه متعته الجنسيه، وانه كان ياخذ حقه منها بالقوه والغصب، وانها كانت تستمتع بعلاقتها الجسديه مع امجد دون غيره. ده نص اعترافاتها. وان العشيق اللي هو امجد لم يتقدم للزواج لي نظرا لفقره وعدم سماح ظروفه الماديه للتقدم لي، مضيفا ان المجني عليه يعني حسب الله وكيل يعني ان المجني عليه ان المجني ان المتهم اللي هو ايمن اقترح عليه قتل العشيق بعد اخذ شقته ثم الزواج منها. واعترفت المجني عليها انها كانت تعاشر عشيقها لاشباع رغباتها الجنسيه، وكانت تعاشر زوجها تحت الضغط والارهاب، واحيانا كان يحدث هذا في اليوم الواحد، يعني احيانا الزوج في النهار والعشيق في الليل. في الوقت ده حكمت المحكمه باعدام امجد وسمح. ايه الدرس بقى؟ الدرس كالاتي: انا كشاب بتقدم لوحدي، اذا لم اكن متاكد ان هي رغبان وعايزاني وملهاش علاقات خارجيه ما تقدملهاش. مفيش حاجه واحد يقول لك ايه؟ انا حاسب زوجتي من ساعه ما اتجوزتها، انا ماليش دعوه بالماضي. يا سلام. في شاب كده يقول لك انا حاسب مراتي من ساعه ما اتجوزها. يعني تبقى ماشيه مع طوب الارض ويقول لك ماليش دعوه. بس هي ليها من اول ما اتجوزها. طب واللي فات؟ يقول لك ما كانش ما كنتش اعرفه، ماليش دعوه بيه باللي فات. يعني تحب وتعيش حياتها و100 100، لكن انا ماليش دعوه من ساعه ما اخطبها انا هي ملزم وانا ملزم بيها ان انا هحاسبها على اي غلط. ده ما ينفعش. طب ما هو امجد ايمن اهو اتجوز سماح وهي كانت تعرف امجد وما سابتش امجد ومشيت مع امجد وعملت كل حاجه مع امجد. فالمفروض الاختيار يتم على اساس صحيح. يعني تختار، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك حسب ما هو نسبها وجابها مش عارف، في الاخر اصفر بذات الدين. فالدين والاختيار هو الاساس، اوعى الشكل، الشكل مش مكاسب، الدين والالتزام هو المهم. على الاقل هتحافظ عليك في غيابك. على الاقل هتحافظ على بيتها وتحافظ على صورتها قدام الناس عشان خاطرها. اختيار الاسره مهم جدا. لكن هتختار الجمال وتقول هحاسبها من النهارده؟ غلط. تنحرف كل بنت، ما تظلميش نفسك، ما دام بتحب واحد ذنبه ايه اللي هيتقدم لك؟ ذنبه ايه؟ ما دام انت مش قادره تحبيه يبقى سيبيه، لكن ما تظلميش نفسك وتظلميه هو، حرام عليك. انت دلوقتي ايمن اتقتل ليه؟ هو لسه ما انفضش على جوزه سنه. اتقي الله في نفسك وفي الشاب اللي بتقدم.